انه يوم ما الرسول طلع من مكة للمدينة و انفتح الاسلام وهيك. ذكرى الهجرة النبوية تعني نشأة أمة وجهاد نبي من أولي العزم صلى الله عليه سيدنا صلى الله على سيدنا محمد، ونتمنى لهذه الأمة النصر والظفر بإذن الله تعالى. إن الدين يعني أهم من المال، أهم من الوطن، أهم من الأولاد، أهم من كل إشي. يعني الدين إحنا يعني هو الهجرة لله كانت يعني هي قبل كل إشي يعني. وتاني إشي بتعني إنه إحنا كمسلمين لازم نشيل بعض، لازم نتآخى مع بعض. الهجرة النبوية هي تعني أنه لابد للإسلام أن يكون له دولة، فكانوا في مكة يعذبوا وكانوا يقتلوا وكانوا تسبى أموالهم وما شابه، ولكن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهناك أسس الدولة. الدولة الإسلامية يجب أن تكون في الأساس على أساس أن تنطلق منها الدعوة إلى العالم كله، هذه دعوة عالمية، فكانت المدينة هي مركز الدولة الإسلامية في البداية. والله بتعنينا دائما ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرى البدايات الجديدة، ذكرى الحياة الجديدة، ذكرى الإصلاح، يعني بداية دعوة مسيرتها إلى الآن 1443 عام.